النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما في الصحيحين قال لبلال: حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة. فقال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. وهذا هو لفظ البخاري. وهذا الحديث فيه فوائد عظيمة، منها رابعاً الاستمرار على العبادة ولو قلت بها خير عظيم، بها خير عظيم. فانظروا، بلال رضي الله عنه استمر على هذا الأمر، ولذلك في حديث بريدة عند الترمذي: ما أذنت إلا صليت، وما أحدثت إلا توضأت. فدل هذا على أنه ما أذن إلا وهو يصلي رضي الله عنه ويستمر على هذه العبادة.